نحن ندعو اليوم كافة أعضاء الحكومة، الطريق الوحيدة لإطلاق سراح المختطفين إذا كانت هذه الطريق الوحيدة هي إطلاق هي وقف الحرب، فوافقوا على دفع الثمن، أنهوا الحرب من أجل أن تعيدوا إلينا أبناءنا. المنظومة الأمنية يقولون فيها إن إسرائيل قادرة على أن تتعامل أمنيا مع وقف الحرب مقابل صفقة إطلاق سراح الأسرى. المنظومة الأمنية قادرة على التعامل مع كل سيناريو يفضي إلى إطلاق سراح المختطفين. دولة إسرائيل موجودة في نقطة فيها عليها أن تختار إما الأسرى أو الحرب. دخول رفح الآن سوف يؤدي باحتمال عال لمقتل عدد إضافي من الأسرى في الأسر أو موتهم بسبب النيران الإسرائيلية. دخول رفح سيكون تخل آخر عن الأسرى وتركهم لمصيرهم وهو الموت. على إسرائيل أن تختار إعادة المختطفين. سمعنا أمس في وسائل الإعلام بخصوص مقترح تعمل عليه إسرائيل الآن من أجل إطلاق سراح جزء من الأسرى. نحن نبارك كل صفقة تعيد المختطفين، ولكن نضيف واجبكم هو صفقة كاملة تؤدي لإطلاق سراح كل المختطفين فورا، وإذا كانت هناك حاجة فأوقفوا الحرب وبعد ذلك تعاملوا مع باقي التهديدات. أولا وقبل كل شيء إطلاق سراح المختطفين وإنقاذ أرواحهم. نقول لبيني غانس ولغايدي آزنكوت، كل مختطف دخل إلى غزة حيا ويعود ميتا دمه برقبتكم. دخلتم إلى الحكومة من أجل أن تطلقوا سراح المختطفين وتقنعون أنفسكم أنكم أصحاب تأثير، ولكن النتائج تشير إلى أن نتنياهو أفشل صفقة مرة تلو الأخرى وأنتم التزمتم الصمت. لقد فشلتم في واجبكم وأصبح التخلي عن الأسرى أمرا ممنهجا، ولم تتمكنوا من إطلاق سراح أي أسير لمدة أشهر، ولم تضعوا خطة ليوم الذي إلى الحرب والتي تضمن إطلاق سراحهم. الآن في الوقت الذي فيه عليكم أن تقولوا الحقيقة، قولوا للجمهور أن إطلاق سراح المختطفين هو الأولوية الكبرى وأنكم توافقون على وقف الحرب مقابل صفقة كاملة تطلق سراح كل المختطفين. إلى غانتس وأيزنكوت، بعد كل منصة قلتم أنه يمكن وقف الحرب من أجل إعادة سراح المختطفين، ولكن لم تتمكنوا في ذلك، إذن عليكم أن تتسببوا بتغيير نتنياهو لأنه هو الذي يفشل هذه الصفقة. اخرجوا من الحكومة وتوقفوا عن التعاون وتحمل جزء من المسؤولية في إهمال وترك المختطفين في هذه اللحظة المصيرية. بالنسبة لكافة أعضاء الائتلاف، ربما هذه هي الفرصة الأخيرة لعقد صفقة. الحرب متوقفة أصلا، وكي لا تكون لنا 130 حالة أخرى من رونا أراد الذي قتل في الأسر، فاختاروا إنقاذ الأرواح وليس إنقاذ نتنياهو. والآن بالإنجليزية، اليوم هو اليوم 204 لوجود أبنائنا في أسر حماس. لقد قضوا أكثر من نصف السنة أسرى في جحيم غزة، معرضون للإرهاب والاغتصاب والأمراض والتجويع والإصابات والموت. التوثيق المروع الذي رأيناه للأسير هيرش جولدبرغ بولين الموجود عند أسرى حماس لا يترك مجالا للشك أن الأسرى ينقضي وقتهم. نتنياهو وحكومته تخلوا عن هؤلاء المواطنين في 7 أكتوبر ويواصلون التخلي عنهم منذ ذلك اليوم. هذه الحكومة تتخلى عنهم بطريقة إجرامية عن مواطنيها، وهذا يجب ألا يستمر أكثر من ذلك. خلال كل هذه الأشهر، أشهر الحرب، شاهدنا نتنياهو يخرب أي احتمال
صفقة مرة تلو الأخرى، وذلك من أجل مصالحه ودوافعه الشخصية والسياسية. رأيناه يرفض نقاش اليوم الذي يلي الحرب، وهو نقاش كان يمكن أن يوظف لإطلاق سراح المختطفين، ورفضه ولوضع الأولوية الأولى للأسرى هي النتيجة. لقد قيل لنا على امتداد نصف عام أن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، ولكن اليوم نرى النتائج بوضوح، وهي أن هذا كان تصورا خاطئا بشكل فظيع. ذلك المسار قد فشل، والآن بعد 200 يوم وأربعة أيام آن الأوان لتغيير الطريق، تغيير المسار. ندعو كافة أعضاء الحكومة ونقول لهم أن إذا كان الطريق الوحيد لإطلاق سراح المختطفين هو إنهاء هذه الحرب، فوافقوا على ذلك، وافقوا على دفع ذلك الثمن. أنهوا هذه الحرب من أجل أن تطلقوا سراح مختطفين وتعيدوهم إلى بيوتهم. قواتنا تقول، منظومات الأمنية تقول إن إسرائيل قادرة على التعامل مع إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح المختطفين. قواتنا تقول إن يمكنها التعامل مع أي سيناريو وأي نتائج مترتبة على صفقة لإطلاق سراح المختطفين، أي صفقة. دولة إسرائيل عليها أن تختار إما الرهائن أو الحرب. إجراء عملية القيام بعملية عسكرية في رفح في هذه المرحلة على الأرجح سيؤدي إلى مقتل العديد من الأسرى الموجودين في الأسر، إضافة إلى موتهم العرضي بسبب القتال. دخول رفح معناه تخل آخر عن الأسرى وتركهم لمصيرهم وهو الموت. يجب على إسرائيل أن تقرر أن تعيد الرهائن. أمس سمعنا تقارير إعلامية عن أن إسرائيل تسعى صفقة تعيد جزءا من المختطفين، ولكن نحن نشجع أي صفقة تعيد المختطفين، ولكننا نقول أعيدهم جميعا إلى بيوتهم. إن واجب الحكومة هو أن تعيد كافة الأسرى، وإذا كانت هناك حاجة فأوقفوا الحرب وتعاملوا مع التهديدات المستمرة في مرحلة لاحقة. أولا أنقذوا أرواحهم.